يلا بينا بقى يا حضرات نفتكر مع بعض أيام حلوة وإنجازات عظيمة حققها لعيبة النادي الأهلي في أزمنة سابقة. هنتكلم كمان عن دور اللعيبة اللي كانوا وقتها لسه جداد، كانوا وقتها لسه ناشئين، واللي ساعدوا في حفر اسم النادي الأهلي بحروف من نور في كتب التاريخ. هنتكلم كمان عن أهم المواسم اللي لعيبة النادي الأهلي قدرت من خلالها أن هي تحصد العديد من البطولات المحلية وكمان القارية. كل ده هنتكلم فيه مع شيق الحكي الاستاذ محمد صادق مدير الارشيف العربي اللي بنسعد دايما بوجوده معانا. صباح الفل عليك. صباح الخير وليك وحشه والله يا استاذ محمد. ربنا يخليك. انا بتشرف ان إيه؟ بشوف حضرتك وبعض في قناه النادي الاهلي يعني. ربنا يخليك. جميل قوي. وبعدين انا بحب طب اعمل لي اقول التاريخ احب اتكلم بالتاريخ. انا عايز اقول لك انت حبك وشغفك بالتاريخ ده بيبان في تعبيرات وشك وانت بتتكلم، في تون صوتك وانت بتتكلم، وفي سباقك للزمن لان انت عايز تعرف المشاهدين الكم الاكبر من المعلومات في الوقت المتاح طبعاً. يعني فكل دي حاجات اكيد مشكور عليها، واحنا عايزين بقى ايه نستغلها معاك النهارده. هنستغلها. الفقره اللي حضرتك بتنورنا فيها انا عن نفسي بفضل دايما ان انت ايه يعني انت اللي تسوق الفقره. لا عايز تكلمنا عن ايه بالترتيب اللي تعوزه. انا سايب لك نفسي. ربنا يخليك. احنا هنخليك مش انا اللي هتكلم والاستاذ كريم هيتكلم، التاريخ هو اللي هيتكلم. هو اللي يحكي. تملي احنا كافراد كمؤسسات لما بنيجي نفتخر بنفسينا بنفتخر بتاريخنا. طبعا. النادي الاهلي كمؤسسه لما يتحط تحت اي ضغط من كل اللي حواليه ما بيتكلمش، بيخلي التاريخ هو اللي بيتكلم. واحنا النهارده هنخلي التاريخ هو اللي يتكلم وليس الافراد. هنبدا نقول ان ازاي في كام حاجه كده حصلت الفتره الاخيره انا بتكلم عنها بسريعا كده. ان دور الناشئين في اوقات كثيره من تاريخ النادي كان مهمين جدا. لما الاهلي يجي يقول انا عايز الناشئين ويسند يلاقي الناشئين. ايوه طبعا. عايز رجاله الاهلي بيلاقي رجاله الاهلي. وده لقيناها في فترتين هنتكلم عنهم النهارده 1962 و1985. وعايزين نقول الاهلي ياما من واحد من 81 ياما جمع ما بين الدوري والكاس بشكل كتير جدا، يعني مش حاجه نادره ولا احنا شفنا حاجه اول مره نشوفها بفرحانين بيها، لا احنا طول عمرنا بنجمع الدوري والكاس. ازاي نشوف برضه من التاريخ ان ازاي الاهلي كان تملي يعني بيمثل مصر وبيرفع رايه مصر في كل مكان. وهنا كان التاريخ بيقول في كل نصر النادي الاهلي تحيا مصر. من زمان واحنا بنقول تحيا مصر. ها فالاهلي كان هو الرايه الخفاقه اللي بتمثل مصر في كل العالم مش في افريقيا بس. كان الوضع عامل ازاي في الستينات؟ كان وجع يعني كان صعب شويه، كان جريمين او كان الناس مش بيحقدوا على الاهلي. لا من اول بطوله ما بدات 48 ل 62 اتنقلت 12 مره، الاهلي يكسب 11 مره. يعني مفيش حد معاه في الدوري ولا حد يعرف الفرق اللي حواليه، بالرغم كان الفتره دي فرق قويه جدا. يعني الترسانه والاتحاد والمصري وفرق قويه جدا. اولمبي واسكو والحاجات اللي زي كده كانوا لسه اللي بداوا بقى يظهروا بعد كده ويطلعوا من الدرجه الثانيه والثالثه. أيوه. وتظهر يعني فرق كبيره، بس الجميل ان في الستات كانت صعبه جدا على النادي الاهلي لما دخل نصها. لكن احنا من 48 لو قلنا مثلا لغايه نص اول الستينات كان الاهلي بياخد كل الدوري. سيطره كامله من الاهلي. سيطره كامله. جينا في اول الستينات بقى بدانا الاهلي يظهر ايه لعيبه زي ريع ومطر والسايس، كابتن السايس كان كابتن ما شاء الله عظيم. ازاي دخلهم في الفريق ولعبوا هنا في 1962 في الماتش كان في ماتش الاهلي والزمالك. أيوه. والاهلي بدا الدوري يدخل يدعم الفريق بالناشئين عشان يعمل صف تاني. دي صوره كانت من مجله اجتماعيه اسمها الجيل. ازاي لسه هنشوف الجرايد كمان دي في الجيل. وعايزين نقول بقى ازاي كانوا بيغطوا الايه الماتش. شوف الجمهور قاعد ازاي هناك. ده الكلام ده في الستينات. ده 62 62. بص الجمهور واقف على حيله اهو. طبعا احنا بنفتخر ان جمهور الاهلي من عامة الشعب. احنا عامة الشعب. احنا 95 يعني احنا شايفين دول اجداد جماهير النادي الاهلي الحاليه واقفين على رجليهم. وكل انسان البسيط اللي لابس بدله ولابس قميص ولابس جلابيه. بص يا هنا البطوله رقم 11 للاهلي من 12 بطوله. في 1962 قامت 12 بطوله. دي شوف هنا بقى شباب الاهلي. حضرتك تقراها يا كابتن كريم طبعا. شباب الاهلي هزم خبره الزمالك 3-0. السايس وطارق والفلاجيلي سجلوا اهداف النادي الاهلي. مين الكابتن طارق؟ كابتن طارق سليم. اخو الكابتن صالح سليم. بص الصوره اللي على اليمين فوق بالنظاره مين واحد بيسقف في المدرجات؟ طبعا كابتن صالح سليم. طبعا. هنشوف تحت هنا على الشمال كان مكسور كابتن صالح سليم في الماتش دوت. وكان في المدرجات نزل بعد الماتش متشال على الاعناق. يا سلام ده التاريخ بيقول طبعا المبادئ لا تتجزأ.
ها اللعيبه الكبار ازاي التاريخ بيكرمهم اللي بيحافظ اهو ادي الصوره بتقول عظمه عظمه الناشئين مع الكبار فرحه كبيره طبعا. وجابوا الكابتن صلاح حسين من المدرجات شالوه على الاعناق ولفوا في الملعب برغم انه مصاب وما بيلعبش ومش موجود ها وكان يعني زي بيقولوا كان هيفنش كان هيروح يحترف وكان اكتر من اقاويل في الفتره دي بالذات ازاي شالوه وهو بالنضاره السمراء كده طبعا ده جميل ان عت نادي الاهلي اهو نفس صور بس الطريقه ثانيه هو قاعد هنا مش مشدود قوي وهنا شايلينه اللي بيلعب في الاهلي رحمه الله عليه كان يعني كاريزما استثنائيه طبعا حقيقي يعني تاريخ النادي الاهلي طبعا. كمان هو ما كانش عايز من مصر مش دلوقتي في ناس كتيره ها يعني الاهلي لعب فيه الوف لو احنا هنخلي كل الوف اشتغلوا في الاعلام في النادي الاهلي هنخلي الوف كلها يبقى موجودين في النادي الاهلي ما في ناس بالمميزات تشتغل وهنا بيسقف فرحان الاداء لان في السنه دي الاهلي كسب الزمالك رايح جاي تلاتات 3-0 3-0 بس الماتش ده انا جبته الدور الثاني رايح جاي تلاتات حلوه الجمله اه واحنا سمعناها خدوا خمسه رايح خدوا اربعه حاجه ظريفه كده أيوه. بس احنا بنتكلم دي البطوله اهي مكتوب فوق مش انا بقول اهو اهي 12 سنه البطوله 12 بطوله خدنا 11 منها اهو وسجل اهداف اهي شوف ده شيء جميل ان احنا بنتكلم عن التاريخ وان ازاي ان لعيبه الاهلي على مدار تاريخها كل همها النادي الاهلي وتاريخه طبعا. مش عايزين منصب مش عايزين يطلعوا في التلفزيون يا سلام الاهلي يسحق ده ويستأنف احتقاره للدوري ده في السنه دي احنا كمان يعني اقول ايه ما هو لو 11 دوري من اجمالي 12 في 14 سنه فهو احتكار فعلا تمام هم اقامه 12 لو 14 سنه اقامه 12 بطوله احتكار غير عادي طبعا يعني احنا اول بطوله اهو حتى ليه انا بقى بجيب هنا ليه جبت 62 ودي في 67 ها ان دائما في الناشئين نادي الاهلي هم ليهم الذراع العليا ان هم بيبقوا نمره واحد الناشئين عشان كده احنا عندنا الرديف عندنا الاحتياط القوي طبع. اللي يقدر في اي لحظه واحنا مش هنقول اهو للمره الثالثه الاهلي يهزم الزمالك ويحتكر بطوله القاهره للناشئين انا ليه بقول جبت ماتش من الناشئين وبطوله القاهره غير الماتش الكبير عشان اقول ان حتى على مستوى الناشئين الاهلي نمره واحد كعبه عالي على كل الفرق اللي بيلعبها نمره واحد الناشئين عشان كده احنا عندنا قاعده عريضه بتظهر في الوقت المناسب طبعا الاحتياط طبعا. مش شرط يكون انت عندك احتياط في اي حاجه لا وبتظهر وبتعمل فرق كبير وملحوظ الحقيقه طبعا يعني. وبيظهروا يعني وكانهم بيكتبوا شهادات ميلادهم الحقيقيه بقى في ارضيات طبعا الملعب. النهارده جيل 85 هنشوف بعد كده كلهم فين دلوقتي من كابتن حسام حسن كابتن طارق خليل كابتن احمد شوبير اللي شال النادي الاهلي في الموسم ده ولعب بالناشئ كان هو الحارس وبعد كده الاهلي قال لا احنا برضه نطعم وطعمنا جبنا كابتن مصطفى عبده تقديرا ليه ورفع الكاس بعد ما كسبنا الزمالك وبعد كده الترسانه بعد كده كسبنا الاسماعيلي 1-0 فهدف المرحوم علي اغا حارس الاسماعيلي ها وخدنا البطوله كانت بطوله مهمه جدا لان البطوله دي انتصرت المبادئ وده اللي هنشوفه دلوقتي لما يقولوا ابو الاشبال والناس كانوا بيحبوا مفتي ابراهيم وكابتن مفتي ابراهيم وكابتن عادل طعيمه هتشوف صوره كابتن عادل وهو صغير هنا وبيتكلم عن المبادئ هنا من هنا نبدا بقى من هنا اشبال الاهلي يعدون امل للكره المصريه حاجة عظيمة يعني ازاي في كل فترة مين بقى اللي شم الشارع على عناق الله رحمه الله الكابتن الجوهري وشالوا كابتن محمد السيد وكابتن شمس لسه هنجيب بقى انا جايب من الدخل كابتن الجوهري ناس فرحانة طب. هنا كابتن محمد السيد ما حدش كان لسه يعرف اللعيبة الصغيرة دي مين مرة واحدة كده كان عنده 14 سنة بقيت قاعد كده خايف ان الاهلي هيشيل كتير ده الزمالك بيلعب بمين؟ بالكوارشي وكابتن فاروق جعفر وكابتن ناصر ابراهيم كل العمالقة اللي كانوا واخدين افريقيا ساعتها يوم يبدا الماتش ها يجي جون هنا ويجي جون هنا ويجي جون اوف سايد للزمالك فاروق جعفر كابتن فاروق جعفر كابتن عظيم قوي جاب الجون الثاني من اوف سايد والجون الاولاني كابتن كوارشي كان محترف في نادي الزمالك اجوان الاهلي بص بقى هنا كابتن محمد سعد كابتن محمد قاعد عزيز زيزو كابتن شوبير شادي محمد كابتن علاء عبد الصمد كابتن بدر رجب كابتن حسام حسن ها الناس دي كانت اول ظهور ليها كان كابتن حسام حسن هو ظهر أيوة. كابتن ابراهيم ما لعبش كان كابتن حسام هو موجود فلعب وكان كابتن شوبير هو حارس عليه النادي الاهلي ونزلوا والنادي الاهلي من مبادئه راهن اهو ودي صوره بالالوان دي بقى في اخر البطوله كابتن ربيع ياسين وكابتن مجدي عبد الغني وكابتن محمود صالح وربيع ياسين وكابتن زيزو وطاهر ابو زيد وكابتن علي ميوح حسام حسن شمس حامد ها طارق خليل علاء عبد الصادق دي في اخر ماتش الاسماعيلي اوكي طعمنا بكام لعيب عشان يدوا الثقه للعيب اللي بنلعب على الكاس وجاب الجون مين كابتن طارق خليل خد الكوره وراس كابتن علي اغا وحطها بهدوء
هنا كل الصور دي هنا بقى جميل قوي. مين اللي كان عامل التحقيق ساعتها؟ الكابتن عدلي القيعي. استاذنا عدلي القيعي طبعا. انا جبتها لوحدها وصورتها كده ها، وكان بيجيبين معاه صور هنا، شوف صور الكابتن مفتي ابراهيم وكابتن ها عادل طعيمه يا سلام. اهو هنا اول ما خدنا البطوله الشباب المدعم طبعا احتفظ للاهلي بالكاس. وبعدين لما كنا بنخش بندعم كنا بناخد بيهم البطوله، يعني كنا بندعم خدنا 62 البطوله، كنا بندعم دعمنا 85 طبعا. وورينا ان جميل قوي انك بتدعم وبالتدعيم ده بتوصل للمراد اللي انت عايزه. وهنا الاهلي اهو، بص الجمال، بص الحلاوه، شوف الفرحه اهو. كابتن مصطفى حسين ابو نشيل ايوه لهذه الاسباب اشفقت على اللاعبين، كان خايف على اللعيبه ان هم مره واحده المبادئ، هاتوا الناشئين لعبوا الاهلي كلمه رمز طبعا من زمان. احنا مش بنتكلمش في المبادئ بقى لنا 5 سنين و10 سنين. ده الحقيقه دايما يعني دايما ناشئي النادي الاهلي في كل زمن وفي كل جيل دايما على اهبه الاستعداد والجاهزيه، بتلاقيها بكل صورها انت شايفها قدامك في ارضيه الملعب، بيعملوا دايما فرق الحقيقه. دي مؤسسه يا استاذ كريم، طول عمرنا مؤسسه بنكمل بعضينا، ماشي على نظم ومناهج ماشيين عليها. مش الكابتن جه رئيس النادي، الكابتن جه الكابتن تاني جه اللي جه. لا يعني اللي عايز اقوله ان هم دايما عنصر طمانه ودايما عنصر امان طبعا. يعني ما فيش مره بتهيألي ان احنا اضطرينا او يعني اضطرتنا ظروف ان احنا نلجا للناشئين غير لما كانوا على قدر المسؤوليه. وعلى فكره كمان احنا لما كنا نلجا للناشئين ما كانش يهمنا النتيجه برغم كده، ما كانش يهمنا ناخد البطوله وما ناخدهاش، كان يهمنا نودي رسائل ان احنا ماشيين على منهج معين، مبادئ معينه وقيم. لا قال لك هنا مش مهم البطوله بس أيوة. المهم ان تنتصر المبادئ، وما دام انتصرت المبادئ ها مش عايزين البطوله. فلا ده احنا انتصرنا المبادئ واخدنا البطوله، فده مكسب عظيم. عشان كده انا بتملي بقول ان الاهلي او شوف انا كابتن عادل طعيمه بيقول ايه، سالونا في المانيا كيف يكون عندكم هذا المستوى ها وما بتاخدوش بطولات على مستوى الايه الفريق القومي مثلا، كنت ساعتها الفريق القومي يعني بعافيه شويه. هنا كابتن انور سلامه شوف بيقول الموهوبين ها، كل الناس دي ما كانتش همها منصب يمسكوا حاجه في الاهلي ولا يمسكوا اعلام في الاهلي يا اما يحاربوه. لا التاريخ بيقول كاس الاهلي بعد الدوري، دي نقطه ثانيه بقى هنخش نقطه ثانيه احنا يعني نتكلم عليها. الاهلي على تاريخه على طول كان بيجمع بين الدوري والكاس، كاس والدوري، حاجه طبيعيه جدا، حاجه ظريفه يعني مش حاجه صعبه. احنا كنا ناخد دوري وكاس وكاس افريقيا، ولو في دوري رمضانيه كنا خدناها ها. فبالنسبه لنا لما ناخد دوري وكاس، اي فرقه تاخد دوري وكاس تبقى فرحانه طبعا، وصلت لاعلى ان شاء الله. قعدوا 10 سنين ما ياخدوش تاني مش مشكله، المهم احنا السنه دي خدناها بكل الطرق كمين. فالتاريخ هنا بيقول اهو. هنا كمان حاجه كويسه، احنا كويس ان نجيب ما بين ان الاهلي كذا مره يحتفظ بالدوري والكاس بطريقه جميله جدا وعلى طول مش صعبه يعني بالنسبه لنا، وازاي ان الاهلي كان هو مصدر البسمه لمصر. ازاي كان في كل سنه الاهلي ها. شوف هنا بقى، يا ريت انت يا كابتن لو سمحت، استقبال تاريخي للاهلي بطل افريقيا، لاعبو الاهلي هتفوا عند تسلم الكاس تحيا مصر. يا سلام بطل، يعني الاهلي تاريخه كله ها يهمه تحيا مصر طبعا، يهمه ان مصر لو راح يلعب باسمها ها صحيح. الاهلي او اي فرقه بتلعب باسم مصر في اي لعبات بيقولوا مصر، لما بيرتفع العلم طبعا مصر طبعا. فشوف هنا اللعيبه بيقولوا طبعا. ايه شوف الاهلي تملي كان دايما مصدر فرحه للمصريين ها صحيح. مصر مصر الاهلي المصري طبعا. مش الاهلي المحلي الاهلي ما يتهاجمش، الاهلي ما يتحاربش، لان الاهلي هو مصر. الاهلي بيلعب باسم مصر اهو، كاس الاهلي كاس افريقيا للاهلي ها، هذا كابتن سجارة عرابي خطير 3-0 طبعا هنا، وكان ماتش صعب قوي، كانت فرقه قويه جدا. السنه الثانيه على التوالي الاهلي بطل كاس افريقيا، ابطاله على فكره احنا احتفظنا بالبطوله افريقيا ايوه. لو احنا زعلانين الجيل الموجود دلوقتي كنا احنا اقرب ناخد البطوله للمره الثالثه على أيوه التوالي طبعا. لا خدناها 3 مرات واحتفظنا بالكاس للابد يعني خدنا كاس ابطال كؤوس افريقيا طبعا. 3 مرات يا استاذ كريم واحتفظنا اهو. اقرا حضرتك تقرا برضه. الاهلي شرف الكره المصريه، هزم زامبي وصعد للدور قبل النهائي. مين الكابتن اللي بيجري ده بيقول مصر الله بيبو. اكبر ومين؟ كابتن بيبو، يعني الظاهره الكرويه الغير مسبوقه والغير متكرره. اقروا التاريخ، ما تحكموش وتعملوا مقارنه بين لعيب له 5 6 سنين ها وبين لعيب افنى حياته في مصر 30 40 سنه أيوة. بين لعيب كل العروض اتعرضت عليه ملايين وما رضاش، بين لعيب كان بينزل ومصاب ويدوا له الحقنه الكورتيزون اللي اصلا عشان يلعب. مش الكابتن الخطيب بس، كل النجوم اللي شرفوا مصر
كانوا بيلعبوا باسم الاهلي وبيلعبوا باسم مصر. احنا لازم يا كابتن نتعاون، لان الاهلي هو مؤسسه مصريه طبعا بترفع راس طبعا. مصر في كل طبعا. مكان طبعا. ومش انا اللي بقول، التاريخ قدامي اهو، وعشان التاريخ الصفرة. بيقول كتير ومليان تفاصيل اكبر بكتير من مساحه الوقت المتاحه لينا. احنا عايزين نستاذن حضرتك يعني نستكمل الحوار ان شاء الله في حلقه ثانيه في نفس الملف ده، يعني عايزين نقف تاني عند الناشئين بصفه خاصه في ازمنه سابقه. في حاجات مهمه، وعايز اقول لك كمان قبل ما اختم في العشر ثواني دولت، ان من التاريخ بتطلع حاجات غريبه. يعني احنا بنقول لك 6 و5 و4، طب ده انا عندي فرق جت في مصر هنا غلبت الفريق المنافس المختلط قصدي الزمالك 14-0. محدش يعرف عنها 14-0. دي عايزه التاريخ دي عايزه لها حلقه لوحدها، دي عايزه حلقه بكلمك بامانه، دي لازم نعمل لها فقره لوحدها. انا هنا بيحبوني عشان ما بقولش كلمه الا يكون عندي الوثيقه بتاعتها، وده شرف لي ان انا بالنادي الاهلي. انت بتسعدنا وبتشرفنا بوجودك يا استاذ محمد، وان شاء الله نشوفك على خير في حلقات جايه، لان حقيقي دايما موضوعاتك كلها شيقه، واللطيف فيها ان هي بتلقي الضوء على امجاد طبعا. على عظمه، يعني احنا طول عمرنا بنرد على الناس مش بالكلام، اقروا التاريخ. هنستمر في قراءة التاريخ مع حضرتك إن شاء الله في الحلقات اللي جاية. بشكرك على وجودك معانا، نورتنا. ومشاهدينا اسمحوا لنا نطلع يعني فاصل سريع ونرجع بقى عشان نستقبل كابتن ياسر مصطفى وحوار مطول حول الحال والأحوال في النادي الأهلي. خليكم معانا.